لو شفت ان في بيت حد مشهور، شيخ مثلا، عالم، فنان، بيترمم الله او بيحصله ترميم، بيعاد ذكره. يعني انا هو لازم اللي بشوف، يعني اللي بشوف بيته ده يكون متوفي، حد مشهور متوفي مثلا، لو متوفي او مثلا حد شيخ من الصالحين، بس ايه يعني ما بقاش على الساحه، فمعنى ان هو تاني يتبني بيته او كده، فمعنى كده ذكره تاني بيعلو وهيحصل له شهره تاني. لكن لو تشاف مثلا، انا عن نفسي شفت حاجه زي كده، بس لحد من المشايخ الكبار يعني، فبالفعل طلع ان ابنه شال الرايه وراه يعني، فده تجديد لعهد او مشي على نهجه يعني. فرؤيه طيب لو حد حي يرزق يعني، مش ما انا بقول لك ان هتبقى له تاني راجعه تاني على الساحات، او لو كان على الميديا او ايا كان، وهيبقى يؤخذ بكلمته وكده يعني وذكره.